ضمن مشوار الأردن بنصبح عليكم، ولكن لأجل التصوير المسائي بنحكي مساء الخير. ناس كتير زارت البتراء، ممكن تزورها لمرة تانية وثالثة، ولكن في ناس تتقصد أن تزور البتراء في زمن مختلف وفي وقت مختلف. اليوم مشوار الأردن رح نشوف البتراء ليلاً، لكم أن تتخيلوا كيف ستضاء مدينة البتراء، المدينة الوردية الأثرية العريقة. أهلا وسهلا فيكم في البتراء، تحديدا برنامج البتراء في الليل. احنا الان يعني في مكان بنشوف البتراء من وجه اخر، واللي هو برنامج البتراء بالليل. هذا البرنامج تاسس عام 98 نتيجه يعني الطلب المتزايد من الجهات الرسميه والقطاع العام والقطاع الخاص على يعني استحداث او عمل برامج بتساعد على إقامة السائح بالفترة، بمعنى انه السائح بدل ما ينام ليلة ممكن ينام ليلتين وثلاث واربع ليالي لما بكون في برامج بتشجع على إطالة مدة إقامته في الفترة. الواقع احنا بلشنا هذا البرنامج بعام 90 مجموعة من الشركات السياحية من المجتمع المحلي، ويعني الفكرة كانت مستوحاة من يعني أجدادنا الأنباط، يعني كانوا يستخدموا القناديل المضاءة بالزيت في ذلك الوقت يعني، والمشاعل وكانوا يضووا الكهوف في الموقع الأثري فيها. احنا استبدلنا هذا شو اسمه الإسراج وهذا الزيت بكيس ورقي زي ما انت شايف قدامنا. نعم. بنحط فيه بأرضيته رمل صويلح مشان يثبت الشمعة، فاستبدلنا المسراج بالظرف الورقي والشمعة بدل المسراج بدل الزيت حتى تضيء المكان. هلا طبعا الفكرة اجت كيف بنعملها، بنضيء المنطقة اللي بتمتد من البوابة الرئيسية واللي احنا الآن متواجدين عندها وصولا الى الخزنة بالشموع على الطرفين على الجهتين. لما بتوصل الخزنة احنا طبعا للسائح بنحاول قدر الامكان انه يعني نعمل اشياء تقليدية حتى اولا تعيشوا الجو القديم. نعم. طبعا احنا بهذا البرنامج في تعاون كبير جدا بيننا وبين السلطات الرسميه، سلطه تقنيه البتراء، وزاره السياحه، هيئه تنشيط السياحه. تم تسويق هذا البرنامج في كل دول العالم، وتحت طبعا اشتغلنا تسويق تحت مظله هاي الجهات الرسميه اللي هي سلطه الاقليم ووزاره السياحه وهيئه تنشيط السياحه، ما قصروا. والان يعني هذا البرنامج للامانه يضاف الى كل البرامج او معظم البرامج اللي البرامج السياحيه اللي بتطلبها المكاتب السياحيه اللي خارج الاردن. نعم. من المكاتب السياحيه اللي داخل تسوقها حتى من برا الاردن. بالضبط اللي بتطلبها بيجي السائح عارف بيجي السائح عارف ببرنامجه انه مضمون. نعم. في البتراء بالليل. في نقطه مهمه جدا يعني حاب احكيها من خلال شاشتكم رؤيا، فيما يتعلق بتقسيم التذكرة البتراء بالليل. تذكرة البتراء بالليل يعني 100% بيستفيد منها المجتمع المحلي هون عندنا بوادي موسى، 30% من هاي التذكرة بروح لسلطة الإقليم وخزينة الدولة، وبعد هيك في ثمن تقريبا أو 9 جمعيات من المجتمع المحلي توزع بعدالة على هاي الجمعيات، الكل بيستفيد منها، إضافة إلى أنه في ناس بتستفيد بطرق غير مباشرة. نعم. يعني مثل سائق التاكسي، محل السوفنير، المطعم، الموظف مقاعد، الاستقبال. نعم. الدليل السياحي، هذه هاي الجهات تستفيد من هذا البرنامج. نعم. بالنسبة لبرنامج البتراء باي نايت، عدد الموظفين اللي بيشتغلوا بهذا البرنامج ما يقارب من 10 إلى 12 شخص بين موظفين بزرعوا شموع،
من سيكوريتي للبرنامج، وبالإضافة للي بيعزفوا على الربابة والشبابة، وبالإضافة للأدلاء السياحيين اللي بيرافقوا المجموعات السياحية. من أي ساعة بتبدأوا تحضير الشموع؟ تقريبا من الساعة 6 مساء بلش الصف يشتغل بالشموع إلى ما يقارب الساعة 11 مساء بنتهي البرنامج من الموقع من الخزنة. نعم، كم شمعة تقريباً؟ ما يقارب 1500 شمعة على 1700 شمعة في كل برنامج، وال12 واحد بلحقوا على 1500 إن شاء الله شمعة. بالضبط. برنامج بترا باي نايت زي ما شايفين هو نشاط ليلي، العديد من السياح أيضا بيقصدوا النشاطات والفعاليات الليلية زي ما شايفين، ولا أجمل من هيك. في هذا الهدوء المطبق أو السكون الطبيعي، كل السياح وزائرين مدينة البتراء فترة الليل بنزلوا بهدوء تام، يعني ولا نفس. هي فرصة للتأمل في هذا المكان الساحر والآسر الوحيد في العالم، سيق مدينة البتراء التاريخية النبطية الوردية في الأردن. It's our first time here in Petra, and it's really a magic atmosphere. It's really a wonder, and I like it very much, really. We have never seen anything like this before. It's so beautiful, and we would really recommend anyone to come here and experience it once in their life. أهلا وسهلا فيكم في البتراء باي نايت. هذا البرنامج تقريبا له حوالي 19 سنة مقام.
أنا كدليل سياحي بنجمعهم في مركز الزوار، جميع الزوار هناك بنعطيهم تعليمات عن البرنامج، إنه السيق ضيق، السيق ضيق، الممر اللي بنمشي فيه ضيق، لذلك من المستحسن إنه نسير اثنين اثنين أو واحد واحد عساس ما يقعوا في بلاط في داخل الجسمه. نعطيهم تعليمات إنه إذا بدكم تتمتعوا فعلاً في الجو الأورنجي هذا، إنه يكون في سايلنت، سكوت، خشوع، طمأنينة، يعيشوا الأجواء، ما يكون في صوت. اثنين، يتجنبوا الموبايلات اللي معه موبايل، يعني يغلقه حتى يتمتعوا، زائد إيش إنه الفلاش وما الفلاش حتى ما يتأثروا داخل الجسم. نبدأ إحنا الرحلة من مركز الزوار. عند البوابة طبعاً كل زائر معه التكت تبعه، بيقدمها للمسؤول على البوابة، بدخل بنتجمع بنمشي داخل السيق كلنا اثنين اثنين أو واحد واحد حتى نصل إلى الخزنة اللي هي تجمع هناك، وأمام الخزنة كلها الحمد لله كلها شموع مضاءة، شيء جو رائع جداً خاصة بهالأيام هذه الحلوة الحمد لله. بنقعدهم على الحصائر وعلى المقاعد. البتر باي نايت يعني الزائر لما بيجي مشوق، أول مرة ما شاف، مختلف ما شاف عن زيارة ما النهار شاف. نعم يعني ما شافها في النهار، فبيجي في الليل لما بتطلع هيك بتذوق، عندك الأتموسفير وذي كاندلز، يعني الطبيعة، الهدوء، ما شاء الله. Thank you for coming. We are very pleased to see you with us. Thank you very much. في نهاية مشوارنا، الشيء اللي بغيظك إنه زوار الأردن هالسياح يمكن بيستمتعوا في بلادنا أكتر منا، وإحنا قادرين إن نشوف بلادنا من زوايا تانية وزوايا حلوة زي ما أنتوا شايفين. عندنا كنز في الأردن اسمه البتراء. أهلا وسهلا.